مش شايف مين اللي بيصدر الاعلام في العالم، احنا عارفينه وبنتجاهله، عارفينه بنتجاهله، والعرب عارفين مين هو عدوهم ومين هو اللي بيصدر الارهاب، واللي مقصود العرب مش مقصود العالم. يعني حضرتك يعني علاقه فرنسا باللي حصل في فرنسا مرتبط بمصر ومرتبط بالامن. يعني حضرتك اللي حصل ده حصل بعد صفقه السيسي للطيارات الرافال، حصل في فرنسا الكلام ده، وفرنسا عارفه وكل الدول عارفه مين مصدر للارهاب ومين منتج للارهاب. والله احنا مش عايزين نتوقع ايه اللي هيحصل، احنا نتوقع ان احنا نشوف بلدنا كويسه ونامن نفسينا كامن وكشغل وكسياحه. احنا لو ركزنا في الموضوع ده مش هنقدر نشغل نفسينا ولا بارهاب ولا هيقدر يعمل معانا حاجه الارهاب. توقعاتنا مين اللي بيعمل او مش بيعمل احنا مش هنقدر نستفيد بشيء غير ان احنا نامن نفسينا ونامن بلدنا ونامن العرب وكلنا نبقى يعني ايد واحده. لكن احنا عارفين مين اللي بيصدر الارهاب وعارفين مين اللي بيصنع الارهاب واحنا بنتجاهله. والله اللي بيصدر الارهاب للعالم حضرتك اللي هو الغرب، لانه ممارسات الغرب في افغانستان وفي العراق وفي بعض الدول هي اللي بتصدر الارهاب، والمعامله الوحشه اللي بينظر لها الغرب للمسلمين هي اللي بتصنع الارهاب. هو لو حبيتي تعرفي مين وراء اي حدث اعرفي مين المستفيد منه. مش عارف العالم في يعني في غيبوبه ولا ايه، هم راس الفتنه في كل دول العالم اسرائيل وامريكا، مفيش كلام. يعني دوري على اللي بيوقع دايما ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، ما بين الصين واليابان، اللي قسم الدول العراق سوريا اليمن ومن بعدهم ليبيا والسودان، ومع ذلك مش عارف بيتناس ولا هم اللي عارفين وعاملين نفسهم مش عارفين، ومع ذلك طالهم برضو الضرر في اوروبا زي ما حضرتك بتقولي كده. المشكله الاكبر ان احنا يعتبر رخصنا الدم العربي تماما. يعني مثلا في فلسطين وكده، يعني حصل شوفي كم مجزره بتحصل فيها، وشوف الاحتلال وفي العراق برضو. فاحنا لو حبينا ان احنا نعرف مين اللي هو سبب الارهاب، احنا لو خدنا بالنا عمرنا ما شفنا في يوم ان في مثلا دوله عربيه احتلت دوله تانية اجنبيه او اي دول من دول الغرب، او دوله عربيه احتلت دوله تانية. فهنا احنا العرب نفسنا يعني الحمد لله ما يعني عمرنا ما احتلنا بلد، لان هو الدين بتاعنا الدين الاسلامي امرنا ان احنا عمرنا ما نكون احنا اللي معتدين او احنا اللي نبدا بالحرب وكده. فهي كل المشكله ان هي امريكا او اسرائيل لما بيحبوا ينزلوا بلد او يدمروا بلد، هما ما بيدمروش غير البلد اللي تكون حاسين ان هي هتبدا يعني هتطلع بينهم او هتسبب لهم اي مشاكل. فكل الحكايه ان هما ممكن يصنعوا كلمه الارهاب دي او يصنعوا اي حاجه تاني مثلا زي النووي او الكلام ده كله، بحيث ان هما يبقى عندهم حاجه عشان يدخلوا البلد دي. مين بيصدر الارهاب للعالم كله؟ اوباما هو راس الارهاب، هو اللي بيحرك الأرجوز، هو اللي ماسك الحبال كلها بتاع العالم كله والصهيونية العالمية. أمال الإرهابيين تقدر تسألني سؤال كده؟ أنا عاوز أسألك سؤال، داعش دي ليش ما ضربش طلقة على إسرائيل؟ طلقة واحدة على إسرائيل، لا بيدمر في سوريا ومضايا اللي عليها حصار بقاله شهور، الناس بتموت جوع هناك في سوريا. يبقى دول عملاء مين؟ ها؟ عملاء أمريكا، الصهيونية العالمية بنتي. الصهيونية العالمية للأسف الشديد، وبتأسف للأسف الشديد العرب ما بياخدوش قرارهم من نفسهم. ما فيش قرار مستقل. كلنا توابع. من استثناء الله يرحمك يا صدام حسين. صدام حسين اتسجن واتشنق في عيد الكبير لأنه ما كانش تابع لحد. أول رئيس عربي مسلم يطلق الرصاص على إسرائيل. نهضة إسرائيل بقت حبيبتنا وصديقتنا وعزيزي بيرز وعزيزي نتنياهو. ما تقولي لي مين اللي بيصدر الإرهاب؟